عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، مشوار جديد وحلقة جديدة من برنامج أبحاث علمية. كما تعلمون بأن برنامج أبحاث علمية يحاول تسليط الضوء على عدد من البحوث التي طرحت في المؤسسات العلمية والأكاديمية. لربما حلقة هذا اليوم هي حلقة مميزة جدا، وذلك لتسمية البحث. بحثنا لهذا اليوم يتحدث عن النبتة الذكية. هل أصبحت النبتة ذكية؟ وما هي الأسباب التي دعت هذه النبتة أن تكون ذكية؟ هذا ما نتعرف عليه هذا اليوم مع ضيفنا، وهو رئيس المخترعين في هذا الطرح، وهو الدكتور علي البكري، عميد كلية الهندسة التقنية في النجف الأشرف. فابقوا معنا. أهلا بكم مرة ثانية مشاهدينا الكرام، بعدنا لكم حلقة هذا اليوم من أبحاث علمية. نرحب بضيف حلقة هذا اليوم الدكتور علي. أهلا وسهلا ومرحبا بك دكتور في برنامج أبحاث علمية عبر قناة المنهاج الفضائية. أهلا وسهلا بكم غاتي على رحاب كلية التقنية الهندسية نجف. دكتور، اليوم حلقتنا راح تكون مع حضرتك، راح نتعرف على البحث اللي أطلقته حضرتك عن منظومة النبتة الذكية، راح نتعرف أكثر إن شاء الله، نكون ضيوف خفيفين الظل على حضرتك. قبل أن نتحدث، قبل أن نشرح في حلقة هذا اليوم، إحنا وأنت والمشاهدين نتعرف على السيرة الذاتية للدكتور علي البكري. مشاهدينا الكرام، عندنا السيرة الذاتية وبعدها نكمل. بكم مرة ثانية. يعني دكتور، ما شاء الله سيرة حافلة بالنشاط العلمي والنشاط الشخصي أيضا، منالك التوفيق في حياتك الشخصية وحياتك العملية. يعني اليوم موضوع مهم جدا هو موضوع النبتة، بعد ذلك نسمع بنبتة ذكية وهذه المنظومة المهمة لربما تخفي على الجميع. خلينا نتعرف على موضوعنا وسؤالنا الأول عن ما هي النبتة الذكية. السلام عليكم، نرحب بكم على رحاب كليتنا، كلية التقنية الهندسية في النجف الأشرف، مدينة الإمام علي عليه أفضل الصلاة والسلام. منظومة النبتة الذكية الحقيقة اللي حصلنا عليها فريق العمل البحثي برئاستي على براءة اختراع، واللي أحدثت صدى الحقيقة من خلال نشرها في السنوات السابقة قبل أكثر من 3 سنوات. احنا من المتعارف عليه أنه النبتة لا تفكر وتختلف عن الكائنات الحية الأخرى كالبشر وكبقية يعني الكائنات كالحيوانات اللي مرتب أقل من البشر. كيف تجعل هاي المنظومة أنه تمتاز بصفة الذكاء؟ الحقيقة احنا متعارف عليها بالأسواق، أكو الهاتف الذكي، أكو السيطرة الذكية. كانت محاولة جريئة الحقيقة أنه نجعل النبتة تتحكم بتغذيتها من خلال نصب منظومة متكاملة، منظومة سيطرة باستخدام الPLC وأحدث البرامج اللي صممناها، وكذلك متحسسات زرعناها بالتربة. من خلال هاي المتحسسات أخذنا حالة النبتة، وبالتالي تصير عملية بروسيسنج، معالجة للداتا اللي راجعة من منظومة المتحسسات. هذه المعالجة راح تكون بها قرارات، هاي القرارات كأوتبوت من منظومة الPLC اللي هي Programmable Logic Control تروح إلى الإكسكيوشن بارتس اللي هي المضخات، وكذلك كل هاي مربوطة بمنظومة الطاقة الشمسية اللي توفر تغذية. الحقيقة احنا بالعراق
أغلب أراضي العراق الحقيقة، تقريبا 40% من الأراضي العراقية الصالحة للزراعة غير مستغلة بسبب بعدها على مواقع الطاقة الكهربائية وبعدها على الأنهار، مثل الأراضي بين كربلاء المقدسة والنجف الأشرف، الأراضي بين النجف الأشرف والديوانية، أغلب أراضي الفرات الأوسط. هاي الأراضي الحقيقة أراضي يعني مليئة بالخير وتنتظر أنه الاستغلال الأمثل، ولو كانت هاي الأراضي موجودة ببقية الدول لأصبحنا من الدول الأولى في الإنتاج الزراعي بالعالم. فقط يعني الحقيقة أنه توفر المستلزمات اللازمة اللي هي الكهرباء والماء والجهد أو التقنية الحديثة بالزراعة. أهداف هاي المنظومة الحقيقة اللي حصلت على براءة اختراع هي ثلاث أهداف رئيسية. الهدف الرئيسي الأول هو تقليل الاعتماد على الطاقة الشمس، على الطاقة الكهربائية. الحقيقة الطاقة الكهربائية بالعراق تعرفون احنا نعرف مشاكلها، الحقيقة الحمد لله هسه بدأت بالنهوض من جديد واكو تحسن يعني ملموس بالطاقة الكهربائية، بس الحقيقة احنا لازم ندعم الطاقة الكهربائية من خلال بحوثنا ومشاريعنا. دعمنا للطاقة الكهربائية من خلال البحوث والمشاريع يتم من خلال الاستخدام الأمثل للطاقة المتجددة. الطاقة المتجددة متمثلة بالطاقة الشمسية، وطبعا وشدة الأشعة الساقطة بالعراق تعتبر من أكثف دول العالم الحقيقة بالنسبة للمتر المربع الواحد من الشمس، ويمكن استثمارها في هذا، ممكن استثمارها بكل بساطة وبأقل الكلف، لأن أنت عندك شعاع شمسي ساقط طيلة فترة الصيف حتى بعض أيام الشتاء، الحقيقة بعض أشهر الشتاء أنه الطاقة الشمسية الساقطة يعني طاقة يعني الله حبانا الحقيقة في طاقة تحت الأرض، هي الطاقة النفطية وطاقة فوق الأرض. قد تكون الطاقة النفطية الحقيقة هي الطاقة الأحفورية تسبب تلوث في البيئة، بينما الطاقة الشمسية أو الطاقة المتجددة هي طاقة صديقة للبيئة والمستغل من أدها الحقيقة يعني بالعراق يعني لا يمثل شيء بالنسبة للدول المتقدمة. أكو ضمن خطط ومنهاج وزارة الكهرباء الحقيقة بالسنوات القادمة أنه يستغلون الطاقة الشمسية لتزويد بعض المناطق النائية بالطاقة الكهربائية اللي بعيدة عن منظومة الطاقة الكهربائية، شبكة الطاقة الكهربائية، شبكة النقل والتوزيع. إذن قلنا الهدف الأول هو أنه استثمار الطاقة. الهدف الثاني واللي هو أهم مهم جدا الحقيقة هو استخدام التقنية الحديثة في الزراعة وتقليل الهدر المائي. العراق حسب آخر دراسات يعني الحقيقة، وإن شاء الله تكون هاي الدراسات غير صحيحة، هاي الدراسات تقول بأنه العراق مهدد يعني بشحة مائية في 2040. آخر دراسات أنه، وإن شاء الله تكون مو صحيحة الحقيقة، وإحنا نقدر نجعلها غير صحيحة من خلال تقنين الهدر المائي. فأكو جفاف في نهري دجلة والفرات، هذا الجفاف الحقيقة والماء هسه أغلب دول العالم الحقيقة تركز على تقنية تقليل الهدر المائي. تقليل الهدر المائي يتم من خلال استخدام الآبار هاي أولا، ثانيا استخدام الطرق الحديثة بالزراعة. الطرق الحديثة بالزراعة تكون من خلال استخدام الشبكات الحديثة بالري اللي هي تستخدم الري بالتنقيط والري بالرش. الحقيقة الري بالتنقيط من خلال دراستنا إلى أنه يمثل يقلل الهدر المائي بنسبة من 80 إلى 90%. تخيل إذا متر مكعب، إذا متر مكعب يعني متر مكعب 1000 لترة، ف 800 لترة تهدر و 200 لترة حاجة النبتة، يعني 4 أضعاف حاجة النبتة. كذلك أنه النبات إذا جاء كمية إضافية من الماء هو ما محتاج لها راح تصير أدغال،
اذا راح تصير تتحول الى مشكله اخرى اضافه الى الملوحه، ملوحه التربه، ملوحه التربه سببها الرئيسي هو اغراق التربه. اغلب مناطق العراق حاليا تستخدم طريقه كلاسيكيه قديمه، هي طريقه الري بالغمر. الري بالغمر هو انه املي الساقيه بمياه هاي النبته اللي النباتات المزروعه على ضفتي الساقيه تحتاج الحقيقه نسبه كلش قليله والباقي كله يروح هدر، وهذا الماء المهدور يتحول يعني الى وبال على التربه من خلال الاملاح، من خلال الادغال. فاذا هذا الهدف الثاني الحقيقه. الهدف الثاني وهو مهم جدا. نعم. الهدف الثالث هو انه احنا الحقيقه دائما توجه العالمي هسه حاليا هو انه انشاء منظومات صديقه للبيئه. التلوث اللي دا يحصل بسبب استخدام الطاقه الكهربائيه الكلاسيكال، يعني احنا ماكو يعني هاي الكهرباء من توصلنا لبيوتنا هي اكو يعني ملايين من او الاف من الاطنان، قد توصل ملايين ضمن فتره محدده من ثاني اكسيد الكربون او اول اكسيد الكربون تصعد الى الجو، تصعد الى الطبقات العليا من الجو. وده نحدث احنا ده نسمع احنا انه ده يصير ثقب بالايونوسفير، كذلك تغيرات اللي تصير بالعالم، يعني تصير كوارث طبيعية يعني قبل كانت ما تصير. هاي بسبب ظاهرة ظواهر سببتها أو سببها هو التلوث البيئي، إضافة إلى تأثير على الصحة. طبعا احنا تأثير الصحة والولادات المشوهة، يعني إضافة إلى الله يبعد السامعين انه سرطان الجلد اللي صار في المناطق اللي بيها ثقب الاوزون، مناطق اللي هو تركز على القارة استراليا وبعض المناطق الاخرى بالعالم. الحقيقة هي دول العالم اخذت احتياطاتها واجتمعت ضمن اتفاق كيوتو، والعام الماضي الحقيقة شهد تطور رائع انه اغلب دول العالم وقعت على اتفاقية تنظيم الانبعاث الحراري، وبالتالي هذا راح يساعد على نقص التلوث. اذا معناته دكتور يعني الواضح من الحديث بان هذه النبته اليوم اللي هي منظومتنا وهي حديثنا باهم ثلاث نقاط مهمه جدا يمكن الاستفاده منها في حياتنا اليوميه وحياتنا الشخصيه. وهذا هل جاءت تسميه الذكيه بناء على هذه النقاط اللي حضرتك ذكرتها؟ الحقيقه هي كنيه، يعني احنا تشبيها حضرتك ذكرت، اسف للاسترسال، حضرتك ذكرت بانه عاده ربما المتلقي يعني يسمع كلمه او عباره بالاحرى النبته الذكيه، يعني كيف يتصور الفكره، كيف يتصور الحاله، كيف يعني تكون نبته يعني وكيف تكون ذكيه. بالضبط احسنت. الحقيقه النبته مو هي بحد ذاتها ذكيه، بس الاجهزه المساعده معها، احنا مجسات الرطوبه اللي صنعناها عراقيا الحقيقه، لان استخدمنا المجسات الرطوبه الاجنبيه الحقيقه ما لائمت التربه مالتنا، فبدانا بتصنيع مجس رطوبه عراقي من خلال فريق العمل اللي هو متكون من اضافه للمتحدث كرئيس فريق العمل خمس اشخاص اللي تخصصات مختلفه، تربه ومكائن زراعيه و سيطرة كهربائية. فالمجس هو اللي المجس الرطوبة هو اللي يخلي النبتة انه تشعر، يعني انت من تزرع مجس رطوبة بجانب الجذور ضمن عمق محدد، عمق مدروس، وهذا المجس يتحسس رطوبة التربة ضمن تضبيط محدد. الحقيقة التضبيط مالته طول اكثر من 3 أسابيع، تضبيط المتحسس رطوبة humidity sensor. فالمتحسس راح يحس بالرطوبة المحيطة، وبالتالي يرسل إرسالة أنه هاي النبتة احتاجت الماء. منظمة PLC تعالج الإشارة الراجعة، وبالتالي ترسل إشارة إلى المضخات ضمن تقسيم محدد وضمن بريوريتي. الحقيقة لأن إحنا منظومة الطاقة الشمسية
يعني حاولنا انه نسوي برياوريتي على القطعه. احنا القطعه اللي اخذناها 10 دونم، 5 دونم اللي قمتوا بالبحث عليها، نعم 5 دونم الحقيقه لزراع لتطبيق منظومه النبته الذكيه، و5 دونم الري بالغمر على مود الصح. المقارنه نشوف المقارنه بالاستهلاك السقي، ما استخدمنا ولا قطره ماء من الانهار الحقيقه، اعتمدنا على حفر ابار بعد دراسه الماء وصلاحيته، واعتمدنا على الطاقة الكهربائية المتولدة من خلال خلايا الطاقة الشمسية. حقيقة ولدنا تقريبا 10 ألواح، اللوح الواحد 120 واط، فيصير عندنا تقريبا كيلو وربع واط. فسوينا سكجول حقيقة، يعني تقسيم بالضبط عملية السقي، يعني اكو بريوريتي يعني اسبقية. هذا القاطع قسمناها على عدة قواطع، هاي القواطع بالسقي، والمنظومة تستمر 24 ساعة من خلال ستورج باتريز. استخدمنا منظومة يعني منظومة بطاريات كمنظومة خزن للطاقة الكهربائية اللي ما احتاجيناها كأوكزيلري، فتنخزن على مود تشتغل بالليل، وما احتاجينا فلاح بالاساس، يعني احتاجينا حارس وواحد يعني مشرف في المزرعة. والحقيقة كان وزرعنا 4 أنواع من المحاصيل، الحقيقة المحاصيل اللي ما تحتاج ماء هواية كالباذنجان والبامية واللوبيا والفلفل الأخضر، وكانت الزراعة كلش ناجحة الحقيقة، والمحصول وفير. ومقارنة زرعنا نفس النباتات بالقطعة الأرض المجاورة وقارنا. طيب دكتور، أنا بس المقارنة أبدأ أخليها لانتظار المشاهد، لأنه المشاهد عادة يشوق للنتائج، فإحنا نخلي المشاهد ينتظرنا في مكان آخر نسمع النتائج لهذا البحث، وبعد ذلك نتجول مع الدكتور في مكان آخر. خليكم يعني دكتور حقيقة لربما في هذا المكان وأنت عميد لهذه الكلية يحملك مسؤولية أكبر، تشعر يعني في عاتقك كثير من الأمور. حدثنا عن الكلية اللي حضرتك الآن عميد بها، الأقسام اللي متواجدة، علاقتك مع الأساتذة. الحقيقة الكلية التقنية الهندسية نجف تعتبر أحد تشكيلات جامعة الفرات الأوسط التقنية، اللي هي جامعة فتية الحقيقة، أثبتت وجودها رغم أنه الفترة أقل من عامين أو عام ونص، فأثبتت وجودها من خلال الكادرها المتقدم. أنت تعرف أنه هيئة التعليم التقني برئاسة الأستاذ الدكتور عبد الكاظم جعفر الياسري، هو صاحب المبادرة بفتح الجامعات التقنية الأربع، وهو صاحب الفضل الكبير الحقيقة بأنه اختيار مدينة النجف الأشرف لتضم جامعة الفرات الأوسط التقنية. ولتلاحظ أنه جامعة بابل مثل بها جامعة حكومية واحدة، جامعة بينما النجف الأشرف بها جامعتين الحمد لله. جامعة الكلية التقنية الهندسية نجف هي كلية هندسية صرفة الحقيقة، تضم ثلاث أقسام خلال أقل من عام. العام السابق فتحنا قسمين جديدة سيتم تنفيذ أو البدء بالدراسة في هذين القسمين في العام المقبل، العام الدراسي إن شاء الله. تضم الكلية التقنية الهندسية قسم هندسة الاتصالات، وهو قسم يعنى بتقنية الحديثة للاتصالات، الموبايل والأقمار الصناعية وكل ما يخص علم الاتصالات. وخريجينا الحقيقة يعني من سنة 98، يعني الكلية خرجت المئات من الكوادر الهندسية. 98 اللي هي بداية افتتاح الكلية. بداية افتتاح الكلية، اعتيادي أول وجبة تخرجت ب 2002. الحقيقة هو ميزة الكليات التقنية عن الكليات الأكاديمية أنه إحنا نضخ إلى سوق العمل مباشرة، لأن الطالب يطلع منها هو يطلع مهندس متمرس الحقيقة. فهاي الميزة اللي تمتاز بها الكليات التقنية والمعاهد التقنية عن الكليات التقنية الأكاديمية.
قسمين جديد الحقيقة، عدينا الدراسات المتكاملة إلها والحمد لله استحصلنا موافقة وزارة التعليم العالي على فتحها في العام الدراسي المقبل اللي هو 2016-2017. هذين القسمين، قسم الكترونيات الطائرات وهندسة تقنيات الكترونيات الطائرات، والقسم الثاني هو هندسة الليزر، تقنيات هندسة الليزر والبصريات. الحقيقة احنا نريد نسوي تكامل في هندسة الطيران، يعني احنا مطار النجف في الأشرف الحقيقة قريب علينا واحنا عاقدين وياهم اتفاقية، الحقيقة اتفاقية تدريب كوادرنا، لأن هم أبناء المدينة أغلبهم، وإن شاء الله بالمستقبل هم اللي راح يديرون المطار والمطارات المدنية الأخرى. هي أنا تقصد، عفوا دكتور، بس فقط بهاي النقطة كلش مهمة، يعني بالمراحل الأخيرة يعني تعتقد، يعني تعتبرون التطبيق العملي يكون في مطار النجف الأشرف؟ نعم إن شاء الله، يعني مطار النجف الأشرف والمطار الضخم اللي يتم بناءه في مدينة كربلاء المقدسة، حقيقة هو هذا القسم قسم واعد. الحقيقة احنا واصلين هسه المرحلة الثانية، يعني ما خرجنا أي وجبة من أي دورة من أو دفعة من طلبة هندسة الطيران، بس هذا القسم الحقيقة احنا نفتخر به بالكلية إضافة الأقسام الهندسية الأخرى، وفي المستقبل إن شاء الله اكو دراسة عدها الدكتور الياسري، الدكتور عبد الكاظم الياسري اللي فتح كلية، رئيس جامعة الفرات الأوسط، اللي فتح كلية خاصة بالطيران وتقنيات هندسة الطيران متكاملة، كهرباء ميكانيك. هسه احنا هذا القسم حقيقة هندسة الطيران هو معني بأغلب شيء دراسته ميكانيك، ميكانيك هندسة الطائرات. القسم الجديد هو قسم الكترونيات الطائرات، قسم هندسة الليزر البصريات اعتيادي هم قريب على الموضوع، يعني فإن شاء الله راح تكون الأقسام متكاملة، قسمي كامل آخر، وفتح كلية هندسة الطيران إن شاء الله بالمدى المنظور إن شاء الله. يعني جميل جدا دكتور، ربما فتح هكذا أقسام، العمل بهذه الطريقة، هذا التوسع مهم جدا، لكن بالمقابل يحتاج إلى كادر متخصص. نعم. إلى كادر فني، كادر أكاديمي، هل توجد معاناة بهذا الموضوع؟ شلون تعاملون بهذا الجانب؟ الحقيقة خلال السنوات الأخيرة يعني السابقة، يعني كان هناك يعني فد إنجاز رائع من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، هو أرسلت آلاف الطلبة إلى الخارج. إحنا من كليتنا الحقيقة أرسلنا أكثر من 60 طالب في أرقى الجامعات العالمية اللي هي الجامعات الأمريكية والجامعات الإنجليزية وماليزيا، الجامعات المتقدمة يعني في ماليزيا اللي، وكل هاي الجامعات ذات اعتماد عالمي ورصانة علمية. فإن شاء الله الطلبة بدأوا يخلصون، وخلال الأسابيع القادمة إن شاء الله هيجون، يعني يجون كليتنا أساتذة اثنين خلصوا دكتوراه، واحد بأمريكا واحد بإنجلترا بهذه الاختصاصات. نعم بهاي الاختصاصات بالضبط، اختصاصات هندسة ميكانيكية وهندسة كهربائية يعني، وهندسة الليزر وبقية الفروع الأخرى اللي تدعم الكلية. فإضافة إلى الحقيقة تسألتني على فتح الأقسام الجديدة أو كذا، إحنا عدينا دراسة العام الماضي لفتح ماجستير هندسة تقنية الاتصالات، وكذلك ماجستير في هندسة تقنية السيارات، لأن الكادر راح يكون متكامل إن شاء الله. الحقيقة إحنا الوزارة أجلت الطلب لهذا العام لأن كان لقب علمي ما متوفر يعني بالعدد المطلوب. الحمد لله هذا العام عندنا بعض الأساتذة ترقوا وأنجزنا هاي الفقرة، وأتمنى هاي العام إن شاء الله نعيد نرفع الدراسة من جديد، ونتمنى أنه يعني الوزارة تدرس الطلب أكيد، ويتم فتح الدراسات العليا لدعم أبناء مدينتنا الحقيقة، لأن حس الدراسة خارج القطر شوية أصبحت مكلفة، صح، وإحنا نمر بمرحلة تقشف وكذلك. فالدراسة داخل القطر دراسة اعتيادي من رصينة جدا أكيد، والأساتذة يعني اللي راح يخلصون هم راح يعني يدعمون الكلية
بكافة التخصصات المختلفة. حتى مثل ما ذكرت نقطة مهمة جدا يعني نعم. دكتور، أيضا اليوم أصبح الطالب أو المواطن العراقي بصورة عامة يتجه لجانب التعليم وأهمية التعليم، وخصوصا بهذه الاختصاصات لربما اللي كنا نفتقدها في زمن معين في وقت معين. اليوم الآفاق كلها متاحة أمام الطلبة، ونتمنى أيضا نسعى أكثر بهذه الأقسام وفتح أقسام أخرى بالمستقبل بهذه الكلية وبالكليات الأخرى. دكتور، بعد ما تحدثنا عن جانب شخصية الدكتور علي كعميد وكعملة في هذه العمادة، راح نتعرف مع حضرتك ننتقل إلى مكان آخر بعد الفاصل. إذا المشاهدين الكرام، ما زلنا نكمل معكم حلقة هذا اليوم من برنامج أبحاث علمية، فابقوا معنا. يعني رجعنا مشاهدينا الكرام. دكتور، حبينا نطلع من أجواء المكتب وأجواء العمادة ودوخة العمادة، مو؟ لا بالعكس، الله يوفقك. الله يوفقك. دكتور، نتذكر احنا وياك احنا جلسنا الان في مكان يمكن في لحظه من اللحظات كنت جالس انت كطالب، تتذكر لنا ايام حياتك الدراسيه كيف كنت طالب؟ الحقيقه الحمد لله يعني بدعم من الاهل، والدي كان انسان مثقف الله يحفظه، رجل هو كان يحب العلم ويساعدنا يعني جدا، ويتابعنا متابعه يعني تختلف عن الأجواء القروية. الحقيقة بعض الأجواء القروية يعني ولو هسه اختلفت الحالة، يعني قبل كان ماكو ذاك الوعي، بس الحمد لله كان يعني الوالد يعني إلى درجة كبيرة من الوعي المثقف. فأنهيت أغلب المراحل الدراسية يعني كأول على المرحلة في المتوسطة والابتدائية، الابتدائية والمتوسطة والإعدادية. في الإعدادية وقعت امام موقف حرج جدا حقيقه، لا تسمح لي اسولف. في اي مرحله بالتالي؟ بالسادس علمي. حقيقه كطريفه اسولفها، قبل كان الاهل لحد الان مع الاسف يعني اكو فكره خاطئه رغم الثقافه، يريد ابنه يصير طبيب. فانا كان حقيقه يعني طموحي انه اكون مهندس، ومهندس كهرباء. فمن تخرجت كنت اول على الاعداديه وبمعدل عالي جدا، اعلى من طب بغداد حقيقه، وبالذات مرحله السبعينات. عليكم السلام، خذ راحتك. يعني البريد لاحقك هنا، طلعنا من المكتب لكن البريد لاحقك. شغلات مستعجله الحقيقه. هذا وقت مستقطع. لا براحتكم دكتور، بس يعني ايضا يعني يا ريت ايضا جوك الخاص عملك، ما نحب ناخذ من وقتك. التوقيع صعب مو؟ والله الحقيقه التوقيع هو يعني مو مجرد توقيع، واعتيادي اكو قبلك اقسام او شعب موقعين قبلك، بس رغم ذلك القرار النهائي يكون لك وانت تتحمل مسؤوليه التوقيع. الحقيقه صح، يعني اكو بعض الشغلات الروتينيه بس بعضها تحتاج الى قرار، وهذا القرار الحقيقه يعني انت تكون مسؤول عن قرارك براحتك. ففعلا لربما ما يعي الشخص، اقصد البعض المتصدين، بانه لربما هذا التوقيع يكون وراء كثير من المشاكل، كثير من الامور اللي تتعلق بحياه الناس. نعم اكيد، فمهمه جدا حياه الطلبه هنا عندنا الحقيقه، والكادر التدريسي والكادر الاداري والفني. يعني نرجع لحديثنا الحقيقه، نرجع للمطب. المطب الحقيقه هذا يعني هو مو مطب، يعني الحقيقه طريفه يعني كانت تتعارض مع بين طموح الاهل وطموحك كشخص. نعم. انا ميولي الحقيقه اتجهت من الخامس علمي للهندسه من خلال كتاب قرأته في المكتبة العامة في مدينة المسير. كتاب كان حول اسمه أحلام المهندسين، تأليفه بسنة 1947، طموحات يعني أفكار المهندسين بالمستقبل. الحقيقة اسم المؤلف ما أتذكره. فكان من ضمن طموحات المهندسين أنه الصعود إلى الفضاء، الأقمار الصناعية، من ضمنها أحلام بالهندسة المدنية مثلاً، نفق بحر المانش بين فرنسا وانجلترا. الحقيقة هذا تحقق، أحلام استراتيجية الحقيقة. هذا الحلم بالذات مع البحر المانش الحقيقة شفته يعني عيانا يعني على الموقع.
من فتحوه كنت متواجد في فرنسا بوقتها وتعنيت على الافتتاح مالته. يعني النفق اللي بين فرنسا وانجلترا. فاهتميت بالاقمار الصناعيه وتقنيتها بالهندسه الكهربائيه، فصار طموحي الوحيد تعارض مع طموح الاهل بالسادس علمي، انه انا معدلي عالي والاقل من عندي كلهم يعني راحوا طبيه او كذا. كل الخيارات كانت متاحه، فانت قدام خيار صعب، انه انت معدلك مقبول بكل كليات ومعاهد العراق، يعني من المعماري هندسه كذا الى طبيات، طب بغداد يعني باقي طبيات كانت هندسه طب كوفه اول سنه ينفتح الحقيقه. الحكي ده اسولف لك على سنه 77 78. فكطريفه سويت استمارتين، يعني استماره ترضي الاهل، كتبت طب بغداد وراها طبيات وكذا. واستماره الحقيقيه الاكتشوال اللي انا ناوي اقدمها هي الاستماره مال طموحي. كتبت هندسه كهربائيه بغداد، زين طبعا انا كنت متاكد انقبل يعني من خلال معدلات السنوات السابقه. فالحقيقه من طلعت نتائج القبول، الوالد الحقيقه والاهل يعني اكتئبوا، انه شلون اللي الثاني والثالث والرابع من قبل طبيه وانت ما تنقبل طبيه من قبل. اكو طبعا اكو شخص هم كان طموحه كان كلش عالي، هندسه مدني كاتب، كان ثالث على الاعداديه وكذا. فالحقيقه انا ما اقدر احكي، فرحنا توجهنا للجراج، الجراج المسيب. فبالطريق نريد نروح لبغداد نقدم اعتراض. فقبل ما نصعد للوالد الحقيقه ما تحملت، عاد صارحته قلت له اريد ما يعني تنطيني الامان. تنطيني الامان بالضبط. تنطيني الامان. فالرجل يعني استوعب يعني حقيقه الموقف وقال لا هذا طموحك، بس يعني ليش مو من الافضل، يعني ما عندنا بالعائله طبيب او كذا، عندنا مهندسين. ف قلت له هذا طموحي واتمنى انه حقيقه وصارت الامور الحمد لله. شكرا جزيلا دكتور، شكرا على كل شيء، نلتقيكم ان شاء الله في حلقات اخرى. شكرا جزيلا مشاهدينا الكرام ولكم منا كل التحيه، ما زلنا نتواصل ان شاء الله في الحلقات القادمه وبرنامج ابحاث علميه كادر عملي. يحييكم، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.